ورحمة الله وبركاته، أتمنى من الله أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم ما تنسوش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتأمروا بلايك عشان يوصل لكم الجديد، ولأن فيكم بالهيئة القومية للأنفاق تشغيل الخط الأول للقطار السريع 2026. أكد الدكتور طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق أن شركة سيمنس الألمانية انتهت من تصنيع 12 قطارا لصالح الخط الأول للقطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين مطروح، وتواصل استكمال الأعداد المتفق عليها، وسيتم التشغيل التجريبي في الربع الأول من 2026 في المسافة من السخنة حتى محطة 6 أكتوبر، ثم تتوالى التجارب في المرحلة المتبقية تبعا. وأضاف رئيس هيئة الأنفاق في تصريحات له أنه مع حلول ديسمبر المقبل سيتم البدء في استيراد القطارات التي تعمل على خط القطار السريع الذي يربط بين السخنة ومطروح بمعدل 5 قطارات شهريا للركاب والبضائع. والخط الأول للقطار السريع السخنة مطروح طوله حوالي 675 كيلومتر ويضم 21 محطة، منها 8 محطات للقطار الإقليمي و13 محطة للقطار السريع، وتبدأ من محطة السخنة على ساحل البحر الأحمر مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة والإسكندرية والعلمين، وانتهى بمحطة مطروح على ساحل البحر المتوسط، وبذلك يكون قد تحقق الربط بين البحرين بريا. كما يتكامل هذا الخط مع مشروع القطار الكهربائي الخفيف في محطة العاصمة الإدارية، ومع الخط الثاني من شبكة القطار السريع في محطة حدائق أكتوبر، ومع مونوريل غرب النيل في محطة 6 أكتوبر، ومع خط السكك حديد القاهرة أسوان في محطة الجيزة، وهو ما يساهم في تيسير حركة نقل الركاب والبضائع ودعم المناطق الصناعية والتجارية، بالإضافة إلى تنشيط السياحة بجميع أنواعها. وبهذا قد أوفيناكم بالهيئة القومية للأنفاق تشغيل الخط الأول للقطار السريع 2026. لا تنسوا اشتراك القناة في زر الجرس دعم الملايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.